جيت دلوقتي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. جينا مره ناكل مع بعض الا مكرونه. تعالوا بقى نشوف المكرونه دي ليها طقوس معينه. فريخ فظيع. فظيع يا غريب. بيت صواعك يا شيخ. عارف العسل في غدودي. حلوة. واحنا في المكان كده بحب اقول لكم ان البيتزا فوق الروعة. ليها صوابعنا اهم حاجة. لحظة الصوابع. لا النوم. نطلع المنديل اللي احنا خبناه. ما احنا حاطينه ليه؟ عشان نمسح بيه ايدينا ومش مشكلة وشنا. انا خدت بالي يعني. ويا ولاد احب اقول لكم نرجع المنديل تاني عشان هنحتاجه لسه في مكان. باي باي.